كرة المضرب. تعتبر كرة المضرب ثانية أكثر الرياضات شعبية في العالم بعد كرة القدم، وقد كانت تدعى لعبة الملوك، حيث أن النبلاء في فرنسا وغيرها من الدول كانوا يمارسونها منذ القرن 13 الميلادي. بدأت ممارسة هذه اللعبة دون تنافس بين اللاعبين على اللقب إلى أن بدأت تقام لها مباريات رياضية في نهاية القرن 19، ثم وضعت لها قوانين لضبطها وتنظيمها، فصارت تنظم المقابلات في أماكن مخصوصة داخل مبنى أو في الهواء الطلق، بملعب مستطيل الشكل له طول وعرض مناسبان، ومقسم إلى نصفين بواسطة شبكة معلقة بحبل تستند إلى عمودين مثبتين على جانبي الملعب وعلى ساحة الملعب المبلط بخطوط مرسومة يتم من خلالها احتساب نقاط الربح والخسارة للمتبارين. وكرة المضرب صغيرة الحجم، مفرغة من الهواء ومغطاة بقماش النايلون والصوف حتى يسهل قذفها بواسطة المضرب. يمارس كرة المضرب لاعبان اثنان أو أربعة لاعبين، كل واحد يقابل الآخر على طرفي الملعب، وتفصلهما الشبكة المعلقة في وسط الملعب. تنطلق المقابلة بحمل كل لاعب مضربا يستخدمه في ضرب الكرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم، وبعد إرسال الكرة تنطلق اللعبة لتعرف الكرة عددا من الضربات المتبادلة، وتحسب النتيجة لصالح الرابح عندما يعجز اللاعب الخصم عن ردها أو إبعادها من منطقة الخطر، وتنتهي المقابلة لصالح اللاعب الرابح بما تم جمعه من النقط خلال 6 أشواط، فيتوج بالكأس والميدالية الذهبية في المباريات الرسمية. أهم ما يميز لعبة كرة المضرب عن غيرها من الألعاب الرياضية الأخرى أنها تفيد أجزاء كثيرة من الجسم، فضلاً عن التوافق الذي تتطلبه ممارسة اللعبة بين الذهن وكافة العضلات. وفي كل مرة يضرب فيها اللاعب الكرة تتطلب منه سرعة البديهة مع المحافظة على التوازن الكامل والتركيز والتناسق، إلى جانب التموقع مع اللعبة تحسبا للكرة القادمة إليه باستمرار، ثم الرجوع إلى وضعية الاستعداد، كل ذلك في يقظة وخفة حركة وتلقائية. وهكذا تجتمع في لعبة كرة المضرب كل شروط الرياضة المفيدة للعقل والجسم، كما أن هناك رياضة صالحة للرجال والنساء على حد سواء. لنعد سماع النص. كرة المضرب. تعتبر كرة المضرب ثانية أكثر الرياضات شعبية في العالم بعد كرة القدم، وقد كانت تدعى لعبة الملوك، حيث أن النبلاء في فرنسا وغيرها من الدول كانوا يمارسونها منذ القرن 13 الميلادي. بدأت ممارسة هذه اللعبة دون تنافس بين اللاعبين على اللقب إلى أن بدأت تقام لها مباريات رياضية في نهاية القرن 19، ثم وضعت لها قوانين لضبطها وتنظيمها، فصارت تنظم المقابلات في أماكن مخصوصة داخل مبنى أو في الهواء الطلق، بملعب مستطيل الشكل له طول وعرض مناسبان، ومقسم إلى نصفين بواسطة شبكة معلقة بحبل تستند إلى عمودين مثبتين على جانبي الملعب وعلى ساحة الملعب المبلط بخطوط مرسومة يتم من خلالها احتساب نقاط الربح والخسارة للمتبارين. وكرة المضرب صغيرة الحجم، مفرغة من الهواء ومغطاة بقماش النايلون والصوف حتى يسهل قذفها بواسطة المضرب. يمارس كرة المضرب لاعبان اثنان أو أربعة لاعبين، كل واحد يقابل الآخر على طرفي الملعب، وتفصلهما الشبكة المعلقة في وسط الملعب.
تنطلق المقابلة بحمل كل لاعب مضربا ليستخدمه في ضرب الكرة فوق الشبكة لمنطقة الخصم، وبعد إرسال الكرة تنطلق اللعبة لتعرف الكرة عددا من الضربات المتبادلة، وتحسب النتيجة لصالح الرابح عندما يعجز اللاعب الخصم عن ردها أو إبعادها من منطقة الخطر، وتنتهي المقابلة لصالح اللاعب الرابح بما تم جمعه من النقط خلال 6 أشواط، فيتوج بالكأس والميدالية الذهبية في المباريات الرسمية. أهم ما يميز لعبة كرة المضرب عن غيرها من الألعاب الرياضية الأخرى أنها تفيد أجزاء كثيرة من الجسم، فضلا عن التوافق الذي تتطلبه ممارسة اللعبة بين الذهن وكافة العضلات، وفي كل مرة يضرب فيها اللاعب الكرة تتطلب منه سرعة البديهة مع المحافظة على التوازن الكامل والتركيز والتناسق إلى جانب التموقع مع اللعبة تحسبا للكرة القادمة إليه باستمرار، ثم رجوع إلى وضعية الاستعداد، كل ذلك في يقظة وخفة حركة وتلقائية. وهكذا تجتمع في لعبة كرة المضرب كل شروط الرياضة المفيدة للعقل والجسم، كما أن هناك رياضة صالحة للرجال والنساء على حد سواء.